أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. اليوم جاتني واحد الفكرة، من واحد القناة، الله يجزيهم بخير. فالحمد لله ديما كنصدقوا لنا، ولكن الفكره اللي جاتني من عنده تبارك الله فكره زوينه، علاش لا؟ صدق جاريه وهو الماء، نضرب واحد الدويره ولقيته في الطريق مع انسان بحال اللي نكشف والله حسن العوان. المهم نشوف شكون يقدر يجي في الطريق. يلا تابعوا معايا. يلا بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله. نشوف شويه الطريق. وانا سيرتو للناس مساكن اللي كيشطو في الطريق، راه ما شاء الله الله يحسن العوان وما سمحينا منهم، والله يهدي بنادم، الله يهدي بنادم، لانه فعلا سهل اننا واحد السلام عليكم. بسم الله خويا. شكرا لك. شكرا لك. ودينا والديك. الله يحفظك. الصحة والراحة. والله العظيم فكرة زوينة، صراحة عجبني الحال. علاش لا؟ مرة نديروها. عجبني الحال بزاف، بلاتي غندور لكم، ما نجيبش نقول لكم. هنا واحد الأشغال، علاش لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شحال نتوما تكونوا تمايا؟ شكرا. عفوا. بسم الله. الصحة والراحة خويا. الصحة والراحة. الله يحفظك. الصحة والراحة. صراحة فكرة غزالة، هنا كاين أشغال. نشوفو شحال لقاو في الداخل ديونا. نديرو لونفوا، نديرو لونفوا. هنا واحد الشرطة،
علاش لا؟ صحة والراحة، صحة والراحة. شوف الشيف، الشيف شوف اللي كاينين الناس. صافي كاين شي حد اخر معاكم ما كاينش دابا؟ شي حد اخر معاكم ما كاينش دابا؟ نزيدكم مازال؟ ها؟ صافي ودين والديك ماشي مشكل، صحة والراحة. عفوا عفوا. ايوا اللي كتسمع روحك الوالدين ومن الناس محتاجين والله عندك تحس بعينيهم كيبرقوا صراحة. شوفوا مازال ان شاء الله بحول الله. صراحة صعيب شوية باش انك تصوب وتسجل، شوية صعيب ولكن كانت فكرة زوينة. حتى الامكانية ديال التصوير ما كايناش ولكن الفكرة هي المهم. بسم الله بسم الله ولي الوالدين بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. صراحة دائما كنديروها ولكن بهذه الطريقة هذه فكرة رائعة. عاش عاش مرة مرة هكا الإنسان يديرها. نويتها صدقة جارية للوالدين باقي الحي الحمد لله الله يخليهم لينا. والجدة وجدي الله يرحمهم، الجدة واتي بجوجهم وجدة وجدي وجدي الآخر بجوجهم، ورحمة لينا. و نشوف هنا ماشي مشكل، هنا عندهم الحوانت يعني ممكن تقول راسهم، ولكن المناطق اللي ما كاين فيها حتى حتى حانوت حتى تظاهر هنا يكون مشكل بزاف. توصل الفكرة. ولكن ما عنديش كندير لهم حيت كيقادوا الطريق يديروا هنا قلا شكوا الطران وشي طران. الله يشافي الله يشافي كل مريض. غندير بوز باش ما نطولش عليكم بزاف، هنا ما كاين والو. نشوف هنا ما جوش بانوا ليا، انا غنشوف ونعاود نرجع لكم. ايوا تجربه زوينه. نشوف بقات ليا هي شخص واحد، نشوف كي غندير لما غتكون كسابه هاد كنت تشوفوا حتى الطريق ديال الدار البيضاء.
تسناو وتشوف عاوتاني. والله العظيم كما قال السيد ماشي افتخار، لا فهي فكره زوينه. علاش لا ما تعملش صدقه جاريه للوالدين، صدقه جاريه وبزاف الحوايج ما كنمنوش بها. لا لا كما قال الاخ عجبتني الفكره ديالو، تقدر تعجب واحد اخر عاوتاني. علاش لا ما تطبقش؟ الناس كتلقى شي واحد ولكن ما كتقدرش توقف، حيت كتكون رومب بوان بحال هكا ولا شي حاجه ما يمكنش انك والاتجاه اللي كان غادي فيه ما كاينش لا شي منزل لا شي بائع ديال يعني مشتريات لا حتى حاجه. سبحان الله، كتب لك واحد القاعده الماء. سبحان الله مكتبه ليه بان ليا هز قرعه ديال الماء كيقلب على الماء. يا سبحان الله، فهو رجع دابا. سبحان الله كان كيقلب هز قرعه كيقلب على الماء. الحمد لله. فوالا المهمه سالات. الحمد لله. سبحان الله. الاخرى هو انه كان كيقلب على الماء كنظن القرعه ديال الماء، فكانت واحد الفرحه كبيره في عينيهم. الحمد لله. نعاود ان شاء الله بحول الله. عجبني الحال. يلا السلام عليكم، نتمنى الفكره تعجبكم نتوما والدار. علاش لا، فكره عجبتني وانا بغيت نطبقها، ماشي افتخارا او كنمنو لا، ولكن كفكره باش تعمل. السلام عليكم.